Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duae Sariul Asar. Is dua ko rozana 11 martaba padhne wala jami afat o baliyat hadsat sehr jadu aur jinnat aur insano ke shar se mahfooz rehta hai. Agar na padh sake to use sun liya kare. Yaad rahe ki is dua ko padhte waqt iske maani par puri tawajjuh rahe to maqsad jald hasil hoga. Agar koi shakhs is dua ke mazeed fuyuz o barakat hasil karna chahe to use chahiye ki wo is dua ko rozana 7 martaba baad namaz fajr aur 21 martaba baad namaz isha padhne ka mamool bana le to usko deen o duniya mein kamyabi hasil hogi inshaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man la ya'lamul ghaiba illahu, ya man la yudabbirul amra illahu, ya man la yasrifu su'a illahu, ya man la yaghfiru dhunuba illahu, ya man la yuhyil izamal mauta illahu, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin, wa huwa bi kulli shay'in alim, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَبِحَقِّكَ فَا يَا عَيْن صَاد وَبِحَقِّ حَامِيم عَيْن سِين قَاف وَبِحَقِّ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الْفَرْدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ كَامِلًا حَادِيًا يَاسِرًا يَامِلًا صَادِقًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا يُحْيِي الْعِظَامَ الْمَوْتَى إِلَّا هُوَ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وبحق كاف ها يا عين صاد، وبحق حاميم عين سين قاف، وبحق الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كاملا حاديا ياسرا ياملا صادقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يغفر الذنوب إلا هو، يا من لا يحيي العظام الموتى إلا هو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وبحق كاف ها يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف وبحق الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كاملا حاديا ياسرا ياملا صادقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يغفر الذنوب إلا هو، يا من لا يحيي العظام الموتى إلا هو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وبحق كاف ها يا عين صاد، وبحق حاميم عين سين قاف،
وبحق الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كاملا حاديا ياسرا ياملا صادقا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا من لا يعلم الغيب الا هو يا من لا يدبر الامر الا هو يا من لا يصرف السوء الا هو يا من لا يغفر الذنوب الا هو يا من لا يحيي العظام الموتى الا هو هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وبحق كاف يا عين صاد وبحق حميم عين سين قاف وبحق الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كاملا حاديا ياسرا ياملا صادقا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا من لا يعلم الغيب الا هو يا من لا يدبر الامر الا هو يا من لا يصرف السوء الا هو يا من لا يغفر الذنوب الا هو يا من لا يحيي العظام الموتى الا هو هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وبحق كاف يا عين صاد وبحق حميم عين سين قاف وبحق الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كاملا حاديا ياسرا ياملا صادقا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا من لا يعلم الغيب الا هو يا من لا يدبر الامر الا هو يا من لا يصرف السوء الا هو يا من لا يغفر الذنوب الا هو يا من لا يحيي العظام الموتى الا هو هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وبحق كاف يا عين صاد وبحق حميم عين سين قاف وبحق الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كاملا حاديا ياسرا ياملا صادقا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد